السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميزا برونتيساج المستوى السادس صفحة 117 ديما مع كونجيغيزون كونديسيونيل بريزون دي لي فيرب ديال التروازيام جروب او لي فيرب برونومينو يعني اللي كتبدا بسو بحال سو لوفي مثلا سو بروموني الى اخره. دونك جو مونترين للتذكير فقط فان الكونديسيونيل بريزون قلنا كنديروا الراديكال وكنزيدوا لي تيرمينيزون ديال الراديكال بحال غنديرو في الفيتور وكنزيدو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. هذا هو كونديسيونيل بريزون. دونك جو مونترين اوتور لي فيرب كونجيغيو كونديسيونيل بريزون. عرفنا بان الكونديسيونيل بريزون هو الراديكال بحال ديال الفيتور وكنزيدو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. دونك نشوفو هنا هذا لامبارفي لا سوري. دونك هذا سوري راه الى سورا في الفيتور و اي تي ديال لامبارفي. دونك هذا ندورو عليه ب بارتيغي. دونك هذا اي يعني غير الفيتور لا سي جو مو بروميناري هذا اي الفيتور دونك لا سي نو زافيون دي زيكونومي نو بارتيريون هذا ار هو بحال في الفيتور ولي تيرمينيزون ديال لامبارفي. دونك هذا كونديسيونيل présent viendrait donc هذا في الراديكال ديال الفيتور و اي اس ديال لامبارفي. دونك هذا في الكونديسيونيل présent. très bien très bien دوز لا دوزيام كيسيون. دونك مي لي فيرب انت بارونتيز كونديسيونيل présent. دونك هاد لي فيرب هادو غنديرهم في الكونديسيونيل présent. دونك هنايا تري فاسيل كنديرو بحال غنديرو في فيتور نديرو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. دونك هنا لي راه بحال الا افيك اس دونك بار تيري او بحال غنديرو في فيتور غنديرو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. سي فو فولي فو بينتري دونك فو Pend. Donc vous I E Z peindriez. Tu bénéfice donc tu pour te ré A I S d'accord tu Si les nuages se dissipaient, les panneaux solaires, donc les panneaux, yani kine S, donc là, il avec S, donc produirait un event. Si le soleil brillait, na kine S, donc vous بعد باش برو مي نو ريي. تري بيان دوزو دابا لا تخوزيام كيسيون. دونك غولاف لو فيرب انتخوي دون شاك سويت مي لو او كونديسيونيل بريزون. دونك هنايا نخرجو لو فيرب انتخوي يعني اللي ماشي بحال الاخرين داك الغريب عليهم. الا شفنا هنايا جو فينيري تي فينيري نو فينيريون فو finirai. دونك هذا وهذا وهذا كلهم فيهم لي تيرمينيزون ديال لامبارفي مع الراديكال. هنايا هذا في الكونديسيونيل بريزون الا هذا. دونك هنا غنقولوا فو في نيري باش هو يولي معاهم في الكونديسيونيل بريزون. très bien هذا recevrions recevriez هذا اذا هذا اللي ماشي بحالهم لان لاحظتوا هنايا كلهم تيرمينيزون ديال لامبارفي الا هذا. دونك شنقول tu recevras recevrez هنا rire هذا لامبارفي لامبارفي
بليطون يعني لي ترميزون ديال لامبارفي يعني سيتادير راه في الكونديسيونيل بريزون لحقاش كاين راديكال مع لي ترميزون ديال لامبارفي الا هذا دونك انا نقول الا غي غي لحقاش او ان اس او ان تي لحقاش فيها اس غنديرو ا اي او ان تي وهنايا ديال فيتور تري بيان هنايا لافغي لافغيون هذا لافورا لان هذا التيرمينيزون ديال لامبارفي الا هذا دونك نقول الا سو لافغي ا اي ا اي تي لافغي تري بيان جو ميفالو دونك كومبليت لي فراز سويفونت دونك هنايا هنا ملي كيكون عندنا ديما الكونديسيون يعني الشرط ديما الفيرب الاول خصك ديرو في لامبارفي والثاني في الكونديسيونيل بريزون هذه قاعده هذه ديما الاول في لامبارفي الثاني في الكونديسيونيل بريزون دونك سي نو زيتيون نو دونك الي في الفيتور و نو زيرون ولكن نديرو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي دونك نو زيريون هنا Si vous trouvez et un Z trouvez, il y a le même chose que vous avez, il y a que vous avez cherché un Wadha, trouviez vous, donc vous rendriez. Si tu avais AIS, un moteur, le canadien moteur, parcourir AIS, le Maroc, Darjoul, le Maghreb Kamel. Si elle, donc elle a fait l'imparfait, écrivait. Écrivez plus vite, elle donc elle avec S, c'est-à-dire A, I, E, N, T. على أي الكلمات إلا ما كانوش كيبانوا واضحين هنايا مع التصوير راه كيبانوا واضحين على الشاشة. Très bien, d'abord la deuxième question, conjuguer conditionnel présent. Donc, on a le tableau. Donc, finir. Donc, en gros, tu finirais AIS. Nous finirions. Il finirait. Vous finiriez, je finirai. Le verbe se laver, c'est un verbe pronominal. Donc, on a un goulot, tu te. On t'appelle tu te. Laverai. Nous nous laverions en NS. Qui m'a gagné la machine à la fin que vous me faites chercher. Maintenant, il se. Laverez. Maintenant, vous laveriez. Maintenant, je me laverai.
Très bien, هنايا prendre, donc tu prendrais, nous prendrions, ils prendraient, vous prendriez. Là, je prendrai. Là, sortir, tu sortirais, nous sortirions, il sortirait. Vous sortiriez, je sortirai. Très bien. La dernière question. Utilise le conditionnel présent dans une phrase commençant par si. Donc, on a le conditionnel présent. Si, on dit le parfait. Tiens, conditionnel présent. Donc, on peut dire, par exemple, si j'avais un pouvoir, donc, quand tu as le quadra, شي قدرة مثلا ولا شي سي جافي ان بوفوار جو دونك لاحظتوا الاول درنا في لامبارفي جو فواياجوري هذا في كونديسيونيل بريزون دون تو لي باي دونك هنا مثلا كنقول سي جافي ان بوفوار يعني بحال كنقول كون كان عندي شي قدره ولا شي قدره مثلا شبه سحريه ماجيك مثلا شي حاجه نقدر نسافر لجميع الدول. دونك الى هنا انهينا الصفحه 117. لا تنسوا لايك للفيديو تشجيعا لنا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.